الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله في صحيحه، وما زلنا مع كتاب الدعوات، قال رحمه الله: باب الضجع على الشق الأيمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي. محمد أبو جعفر. نعم المسندي، نعم، من اسقاط الأثبات. قال: حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف من الثقات الأثبات. قال: أخبرنا معمر. معمر بن سليمان الأزدي البصري اليماني، من الثقات الأثبات، من أثبت الناس في الزهري. في معمر بن راشد. نعم. الأزدي اليماني. نعم. قال: عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عروة. عروة بن الزبير، من أثبت الناس في عائشة، وكان صواما قواما. قال هشام: أبي كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقيم الليل. قال: عن عائشة رضي الله عنها. على عائشة رضي الله عنها سبت سبع المسلمين عن النبي الأمين، وهي نسيت نساء العالمين، أعلم نساء على الإطلاق. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي. نعم نعم نعم، حدث يا معاذ، حدث 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 حدث، لكن إجمالا ليس تفصيلا، لكن حدث شددت عليه فضل الرجوع. أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. هنا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. بذلك نقول بعد قيام الليل يحتاج إلى الراحة، فكان يصلي سنة الفجر فيضطجع، وهذه سنة. بعضها قال بأنها واجبة وجعلها شرطا في صحة صلاة الفجر كالظهر، الصلاة باطلة، وهذا عجب عجاب ورب العز، عجب عجاب. وطبعا استدل بحديث أبي هريرة قال: فليضجع. هذا حديث اختلف فيه، فمنهم من قال بتحسينه، وأنا أجل بأنه ضعيف، ومنهم قال بضعفه. فأقول هدى في هذا الباب: كان يصلي من 11 ركعة ثم ارتاح عندما يصلي سنة الفجر، فكان يضجع على شقه الأيمن. قلنا جاء الحديث بأنه قال: فليضجع أمرا، فقالوا: إذا هذا وجوب على الوجوب. قال الزهرية: وأنه حسن الحديث، وقال على الوجوب، وقال: هو شرط في صحة صلاة الفجر، إن لم يفعل صلاته باطلة. هذا غلو صراحة، وصح أنها سنة، ولأنه لم يرد أن في كل مرة كان يضجع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني إذا وجد عائشة يعني مستيقظة كان يحادثها، كان يسامرها، وإن كان هذا كان دي على الوتر، ولكنه كان يأتي على سنة الفجر أيضا لم يضجع، وتأتي في أوقات كان يضجع، لكن ليست على الديمومة. ما نقل عنه على الديمومة أنه كان يضجع بعدها. فلذلك يكون الأمر على استحباب وليس على الوجوب، لأنه فعل النبي، وفعل النبي تشريع، ويستحسن للإنسان أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرفق فيه في الاضطجاع أنه يضجع على شقه الأيمن، يعني هذا أفضل له في الاضطجاع، وأيضا أيسر عليه، ولأنه يبعد عن أن يضغط على القلب، الضغط على القلب غير مطلوب في هذا الباب. يعني كما قلنا في سنة الفجر لها حكم كثيرة. أولا الراحة من طول القيام. الأمر الثاني إعطاء العين يعني بعض الراحة، والجسد بعض القسط من الراحة، يستطيع أن يقوم بنشاطه فيصلي الفجر فيظهر عليه أمام الناس. وأيضا قطع باب الرياء، يقولون يطول قيامه، إن بكاءه علم في وجهه، إنه لا ينام. هذا كله يمكن أن يدخل على قلبه الفرح والماء بالمتح، فيمكن أن يرائي، وهو إن شاء الله لا يكون كذلك، لكن ممكن أن يفسد عليه النية التي قد صدرها في الصلاة. كان من السنة أنه كان يضجع بأبيه وأمي، يضجع على شقه الأيمن في صلاة الفجر، والضجع على شقه الأيمن في ذلك يكون راحة تعطيه قوة من أجل أن يقوم إلى صلاة الفجر. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، فضل الراحة بين العبادات، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فضل الصحابة كانوا يرقبون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بأسرها من أجل نشرها بين الناس. هذا: يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم،
ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.